مين اقرب حد؟ طبعا حضرتك قلت الاستاذ صلاح عبد الله، ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه، يعني عمنا الاستاذ صلاح عبد الله. مين اقرب الناس بعد الرحله والمسيره دي حاسس ان هو يعني رب اخ لم تلده ام؟ يعني استاذ احمد بدير. استاذ احمد بدير من الشخصيات العاشق لي. انتوا اشتغلتوا مع بعض حبه حلوين يعني؟ عملنا مع بعض مسرح و صح. هقول حاجه انا اول عمره عملتها انا ما اعرفش ان انا راح اعمل عمره. معلش تاني كده. اول عمره عملتها في حياتي انا مش عارف ان انا راح اعمل عمره. ازاي؟ كنت بعمل مسلسل مع الاستاذ احمد بدير. تمام. وخلص المسلسل فلقيت المساعد بتاعه جاي لي بيقول لي استاذ احمد بيقول لك عايز الباسبور بتاعك. فقلت له شغلي فين وبتاع؟ قال لي ما اعرفش. اكيد شغل. قال لي انا ما اعرفش. هو قال لي روح خد الباسبور. قلت له عدي عليا بكره في البيت تعالى خد الباسبور يعني. جالي اديته الباسبور بتاع ما فيش 3 ايام لقيت الاستاذ احمد بدير بيقول لي بكره الساعه 10 في المطار تجي لي المطار. قلت له طب ايه نوعيه الدور وايه اللبس اللي انا هجيبه؟ احضر نفسي. احضر نفسي. قال لي لا غيارين معاك وبس كده تعالى هنا اهو. لدرجه ان انا بقول للمدام عندي قلت لها انا مسافر. مسافر فين؟ قلت لها مش عارف. ما اعرفش. ما انا معيش لا باسبور ولا معايا تذكره طياره ولا اي حاجه. انت مسافر مع مين؟ الاستاذ احمد بدير بيقول لي هو في المطار وابقى الساعه 10 هناك في المطار. رحت المطار لقيته بيديني شنطه كده. بفتح الشنطه لقيت ملابس الاحرام. الله. اجمل لحظه في حياتي. عينيا دمعت. في المطار؟ مش مصدق. في المطار. انا بقول لك مش عارف. واول عمر اروح اعملها في حياتي. تبقى يعني ايه المفاجاه الجميله دي؟ ايه الراجل الجميل ده؟ كنت قلت له اتكلمت معاه اتمنيت حد وصله انك بتتمنى تعمل عمره ولا لا 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 ولا خالص خالص ولا فتحنا مع بعض ان تطلع عمره اطلع مثلا بتاع ولا مش عارف ايه كلمه يعني في وسط الحديث كده يعني خالص. لا هو شخصيه خيره جدا وبيحب الناس كلها وله مواقف انسانيه معاه كتير او بالذات في موضوع ابن الله يرحمه يعني رحمه الله عليه يعني. انا برضو طلعنا كان برضو عمره في رمضان هو كان متوقف في رمضان وكده يعني. وفي ناس جت خدت الباسبورات بتاعتنا وانا والاولاد وبتاع مش عارف ايه مش فاهم مين دول انتوا تبع ايه يعني. ان هو لا هم الناس بعت لنا ان هو من السفاره ان مش عارف ايه ما فهمتش حاجه يعني. المهم يعني سافرنا وبتاع وعملنا عمرتنا ورجعت انا اتجنن وكنت مش عارف مين سفرك العمره والاسره. بعد سنه رايح اعمل عمره نزلت في الفندق اللي انا كنت نازلين فيه في ساعة الموقف دوت. فبسأل مدير الفندق قلت له انا عايز اسالك سؤال. انا السنه اللي فاتت كنت معاك هنا. مين اللي كان حاجز لنا هنا؟ الاستاذ احمد بدير. سبحان الله. للعمره الثانيه يعني طلعك الاول عمره لوحدك. وبعد وفاه ابن حضرتك رحمه الله عليه طلع حضرتك والمدام. ما كنتش تعرف. ما اعرفش خالص هناك. انا بقول لك بعد سنه. بعد سنه عرفت منه المواقف دوت يعني. وهو على فكره ما يعني عمره حتى ما جاب لي سيره بيه ولا وبيتضايق لما انا بحكيها يعني. هو بيزعل بيقول لي يعني ما ربنا يجزاك لدرجه ان هو احيانا بيقول لي لا 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 مش انا مش انا مش انا انا مش فاكر حاجه انا مش فاكر حاجه. لا انا متاكد ده خطأ. لا هو انت وخير مع ناس كتير قوي يعني. هو فنان ربنا يزيده من فضله. انسانيته عاليه جدا وبعتبره اخ وهو اب ان هو سن قريب منه وبعض بس اق واب وام في حنانه شاب وابن بلد وجدع واصيل كل الصفات الحقيقه المحترمه ووطني صاحب بدير طبعا يعني علامه يعني. حتى لما بنيجي نمثل سوا في كاريزما بيننا وبين بعضينا في كيمياء موجوده بنحس ببعض يعني. ايه انت هنا عايز ترتجل او انا عايز ارتجل بيبقى فاهم من عينيك ان هو انك انت عايز تقول حاجه عايز تقول صح يحضرها لك يعني يفرش للي يفرش للي الله.